مشروع العربي فكر. ما عيب عليك، ما تستحي انت تتحدث عن وجود الاكراد وياكل تركمان، ما انت اسمك الحزب المشروع العربي. على اساس الحق يؤخذ ولا يعطى، والمدينه مدينه اشكاليه، يا اما للكرد يا اما للعرب. لا لا لا، فبالتالي شنو المشكله يقول يا انا مشروع عربي وانادي بعروبه هذه؟ لا لا لا، ارجوك هذا استفزاز. يعني ليش سميتوا نفسكم كفاءات؟ فعلا انتم كفاءات، فعلا كفاءات، ما انتم وجوه سياسيه. احنا بحاجه الى رمزيه سياسيه سنيه شيعيه في المشروع. شلون تقول شعار المواطنة وتقول أنا عندي رمزيتي شيعية وسنية؟ المواطنة ما تقبل هذه التصنيفات. لا لا لا، هذه الرموز التي سلمت المحافظات السنية وهجرت المجتمع السني، هؤلاء لا يمثلون سنة العراق. والله أنا أشوف صوتهم أقوم بصوتك. لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.